ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هتكلم على موضوع الدراسه لاصحاب برج العقرب، عشان الموضوع ده شويه طلب مني، فحبيت ان انا اعمله واعمله لكل الابراج لان اكتر من برج طلبوا. وهتكلم كمان على الاختبار الوظيفي او الانترفيو لاصحاب برج العقرب. مبدئيا خلونا نتكلم على الدراسه وتوقعاتها في النص الثاني من عام 2019. عندكم حظ حلو جدا جدا من حيث اي اختبار انتم بتمروا بيه، واكتر الدراسه، فعندكم حظ حلو جدا جدا. لكن اهم حاجة ان انتم تضغطوا على نفسكم، عايزين طموح يكون اكتر، يعني عندكم الحظ موفر لكم ده، عايزين ان احنا نستغل الحظ ده ونستغل الطاقة الايجابية اللي هتبقى لينا في النص التاني من 2019 ونحطها في الدراسة. بالنسبة للناس اللي بتمر بالدراسة او يعني عندها امتحانات، فتضغط الطاقة الايجابية دي في الامتحانات، ان هي تذاكر، ان هي يكون عندها طموح وبس، ما عندهاش خوف من النتيجة، ما عندهاش خوف من الاختبارات، يكون عندهم ثقة في النفس عالية جدا. هم شوية عندهم توتر بسبب ان هم عندهم طاقة ايجابية، عايزين يكون عندهم طموح وبيعملوا حاجات كتير قوي عشان يوصلوا لطموح عالي، فعندهم توتر ان هم ما يعرفوش يوصلوا للي هم عايزينه، ودي شوية هي اللي ممكن تسبب لهم ان هم ينسوا في وقت الاختبار. يعني اول ما يدخلوا الامتحان او الاختبار ينسوا اسئلة هم كانوا بيتسألوا او يعني في الدراسة او المجال الدراسي، ينسوا حاجات. وفي نفس الموضوع برضو للاختبارات الوظيفية نفس الكلام، فما تخلوش التوتر ياكل دماغكم، يشتت تركيزكم. لا، احنا عايزين ان احنا تكونوا مركزين كويس جدا، عارفين ايه اللي عليكم، مخلصين اللي عليكم تماما، وتكون عندكم استرخاء قوي جدا جدا بالذات لاصحاب برج العقرب. يعني اهم حاجة الاسترخاء، واهم حاجة ان احنا ما نقلقش من النتيجة. احنا لسه ما دخلناش الاختبارات عشان نقلق من النتيجة، فاهم حاجة ان يبقى عندنا يعني برود، اهم حاجة البرود عشان خاطر نعدي من المرحلة دي بنجاح مبهر جدا. لكن من ناحية الحظ، احنا عندنا حظ في المجال الدراسي حلو جدا، وشوية ده يمكن هيطمننا، فعايزين بقى ان احنا نضغط على نفسنا ونكمل عشان عايزين نجاح مبهر، عايزين درجات امتياز. بالنسبة بقى اللي بيمروا باختبارات وظيفية، عندهم برضو حظ حلو جدا الفترة اللي جاية او النص التاني من 2019، في دعم قوي جدا من اشخاص اكبر سنا منهم، فده هيفيدهم كتير قوي في موضوع الاختبارات الوظيفية، او ان هي شوية هنقول ان ممكن تكون نوع من انواع الواسطة، ان حد هيفهمهم الانترفيو ده عامل ازاي. لكن الافضل يعني عندكم نجاح في العمل وعندكم نجاحات في الانترفيو وعندكم جاذبية ان هي تخلي اللي بيعمل لكم اساسا الانترفيو ينجحكم، فده هيكون حاجة حلوة جدا. لكن عايزين ان انتم تكونوا عندكم المام بمعلومات قوية جدا عن مكان العمل اللي انتم داخلينه، تكون عندكم حاجات مخططينها مع نفسكم، ناويين على ايه، عايزين تعملوا ايه الفترة اللي جاية، انتم هتنجحوا ازاي في المكان ده، يكون عندكم اجابات من كل حاجة، عشان هتقابلوا اشخاص ممكن يكون في نوع من انواع العداوة، ان انتم خدتوا مكانهم او ان انتم جايين تقل عليهم او الحاجات، نوع نوعية من النوعيات دي. عامة انا بتمنى ان انا اكون فدتكم، وبشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بشكركم جدا وسلام.